مع جماعة الإخوان وجاء لينقذ نفسه ربما وينقذ البلد مما هو قادم، لأن كل خلية إخوانية بتنفذ مجموعة من العمليات. هو اعترف ببعض هذه العمليات. الأهم هو أن نحاول أنه ندعو اللي بيتم العبث بعقولهم أو يتم استخدامهم لأسباب مادية، لأنه اللي بينتمي تنظيميا لجماعة الإخوان لو قعدنا من هنا للصبح، الذي ينتمي تنظيميا لجماعة الإخوان الولاء للجماعة عنده فوق أي ولاء، فوق الولاء للوطن، يعني لا يؤمن لا بالوطن مهما تقول له، الوطن والوطن والوطن، هو الولاء للجماعة عنده فوق أي ولاء. لكن اللي بيتم استخدامهم واستقطابهم بالفلوس أو بالعبث في العقول، محاولة إقناعهم يعني أنه الإخوان ضحايا وأن السلطة اغتصبت منهم، الكلام اللي بتمارسه جماعة الإخوان، هؤلاء يمكن اكتسابهم وإعادتهم إلى الحياة من جديد، ويمكن بالفعل أن يستفيدوا من القانون. يعني لا نمنح منحة، القانون بيقول كده، بالإضافة أنه علينا أن نشجع أعضاء الخلايا الإخوانية أن يحزو حزو أحمد محمد حسن مشرف. معايا منصور السعدني، شقيق محمد السعدني، ومحمد هو اللي كان العملية اللي تحدث عنها بالأمس، تحدث عنها أحمد المجند إخواني التائب، وقال أنا شفتهم وهم بيقتلوه، وأنا شفت إبراهيم ديودار وهو بيقتله، كان في جنازة تتعلق بضحايا ربع حسب ما يسمونهم يعني، وكان في أحد الذين سقطوا قتلى في ربعة، الجنازة ماشية، وهنا قاموا بالاعتداء على محمد السعدني وقتلوه اعتقادا منه، وكان بيطلق الرصاص عشان في فرح، فاعتقدوا انه هو يطلق الرصاص عليهم، هكذا ادعوا يعني، وقاموا بقتله. أن يصلوا إلى هذه المرحلة، دي من القضايا اللي كشفها معانا بالأمس أحمد، لأنه من نفس البلد، منصور السعدني شقيق الشهيد محمد السعدني الذي استشهد على يد جماعة الإخوان. منصور أهلا بيك. أهلا بيك أزوان. منصور، تابعت شهادة أحمد؟ هو من بلدك، من نفس البلد، من منية النصر. منية النصر، من البلد القديمة. تابعت شهادته امبارح؟ تابعتها كلها أزوان. تعليقك عليها إيه؟ كل كلام احمد صحيح جدا يا استاذ وائل، كل كلمه احمد قالها هي فعلا بتنطبق عن الجماعه، مش بنقول يعني جماعه الارهاب. طيب الواقعه بتاعت اخوك بقى، ايه الواقعه، تفاصيلها زي ما قالها احمد؟ اول شهيد يا استاذ وائل، اول شهيد يعتبر من الشهداء اللي ماتوا على قد الجماعه الارهابيه. هو كان فعلا المعلمين المصيره بيدعوا ان ده شهيد في رابعه. هم جم بعد الجنازه طلعهم عملوا مصيره كبيره، وكانوا مستهدفين مركز شباب رياض، وكانوا مستهدفين بعض الجماعه اللي يعني اللي كانوا معارضينهم ان هم هيولعوا في بيوتهم، وفي مركز الشرطه عندنا برضو كانوا هيولعوا فيه. هو المرحوم الله يرحمه كان في طريقه الى فرح فعلا، وزي ما احمد حكى الروايه، الروايه بالظبط هي مظبوطه 100%. فهم جمعوا عليه، بهدلوه بهدله جامده، وبعدها انا جيت ولعوا لي سيارتي وبهدلوا السياره وبهدلوني برضه، وتحولت لمستشفى الطوارئ بالمنصوره. والمرحوم طبعا ما يعني مات في فوره قتلوه ازاي يعني؟ هم كانوا ماشيين في الجنازه، جنازه واحد، كانوا مسلحين يا استاذ وائل بجميع الاسلحه، من سلاح ناري لصواعق لجنازير لسكاكين لكل حاجه. طيب احمد قال انه ابراهيم دويدار هو احد المتهمين بقتله، يعني هو الذي قام بقتله، هل ده صحيح؟ والله يا استاذ وائل، هو طبعا احمد، انا اتمنى ان انا اقابل احمد عشان انا عاوز اتاكد من المعلومه دي 100%، لان محمد السعدان الله يرحمه الشهيد طبعا كانوا كلاب عليه، مش بني ادمين، مش منظر يعني ناس بتفهم في الدين ولا عارفه ربنا ولا عارفه الكلام ده خالص يعني. عدد كبير يعني، فما عرفتوش تميزه مين اللي قتله؟ هو الاستاذ ابراهيم دويدار
كان من ضمن المجموعه اللي ماشيه في المسار استاذ وائل. فهو جاني بعد ما جيت من مستشفى الطوارئ، قعد يحلف له على مصحف ان ما حصل. ففي ناس اجمعت وقالوا ان هو فعلا كان موجود. بعدها قال لك انا فعلا كنت موجود، وفعلا انا كنت ماسك الميكروفون، بس ما كنتش ناوي ان انا اقتل او ان احنا نقتل. هو كان بيساعد وتحرض على قتل المرحوم، وقال الحي على الجهاد وقلت له فين. هو عضو في جماعه الاخوان. هو عضو من جماعه الاخوان. والمحامي ايمن نعين اللي احمد قال لك عليه برضه، ده برضه عضو في قطر حاليا. ده في قطر زي ما قال احمد امبارح. زي ما قال احمد وابراهيم دودار في السعوديه، وحاول الاتصال بيا النهارده. حاول الاتصال بيك؟ حاول الاتصال بيا النهارده عشان يقول لي ده مش حقيقه، ده مش كده يعني، ده عمل في الفترات السابقه يعني. طيب ما هو متهم في هذه القضية، يعني لماذا لا يتم تسليمه؟ طعم رئيس يا أستاذ وائل، هو من ضمن الناس اللي قتلت المرحوم محمد السعدني. طيب قتلوا محمد بقى ازاي؟ اعتدوا عليه بإيه؟ بهدلوه يا أستاذ وائل. أنت طبعا شاهدت حادثة المنصورة، نفس وضع حادثة المنصورة، نفس ما عمله في محمد. بل محمد كنت تشوف منظر جسمه او وشه ما تحسن يعني، ما تقولش ده بني ادم بيعمله في كده. طيب الوسائل كلها استاذ وائل طلعت استخدموها في محمد السعدني. طيب طبعا دي من القضايا اللي اعترف بيها احمد بالامس، لانه ابراهيم ديودار والذي قام بتجنيد احمد وقال ان ده مدرس، وبالتالي هنا يعني التاثير الادبي. وده الحقيقة ده يخلينا تاني قيمة المدرس، ويخلينا أقول إنه الأخوان في قطاعات معينة في منتهى الخطورة، لأنه من يملك تأثيرا على البشر زي المدرس، زي إمام المسجد، الشخصيات اللي بتملك تأثيرا في البشر وتشكل وعي الناس، هذه الأماكن في منتهى الخطورة. عشان كده هو بموجب هذا التأثير الأدبي ده المدرس بتاعه، وبيقنعه انه ينضم لجماعة الاخوان، واداله 1000 جنيه في الاول، ومن هنا بدأ انضمامه للجماعة. منصور بتوجه لك بالشكر، وهتابع معاك القضية ان شاء الله. طبعا كل ملابسات ما حدث، عايز اقول لكم انه في كل الاحوال احمد ادلى ببعض المعلومات المهمة المتعلقة بهذه الخلية الإرهابية وبعض المخططات التي كانوا سينفذونها، وهي دعوة لكل أعضاء الخلايا الإخوانية أنهم يعملوا زيه، انقذ نفسك وانقذ الأبرياء، لأنه جماعة الإخوان بتستخدم الأموال وتستخدم بعض الشباب اللي بيضحكوا عليهم. مفيش حد هتلاقوه من أعضاء جماعة الإخوان بيعمل العمليات الإرهابية، بيستخدموا الشباب من هذا النوع. تعالوا نشوف. عايز تقول حاجه يا منصور؟ اتفضل منصور، اتفضل استاذ وائل. اتفضل. انا بس عايز اضيف لك حاجه يا استاذ وائل. انت طبعا هم طبعا مدعيين ان انت بتجيب شخص عشان تصور الصوره ان هم جماعه ارهابيه او كده يعني، وانا مش محتاج. احنا كل يوم بنقول انهم جماعه ارهابيه، مش محتاج ان انا اجيب. اتفضل. لا هم الاخوان هم هنا في البلد عندنا هنا في القريه قالوا كتير النهارده، فاقسم لك بالله ده حقيقه ان دول جماعه ارهابيه، وعملوا كتير في البلد، مش على قد كده، ده خربوا كل يوم لما زال لحد. انت عشان بس عندك برمبال فيها عدد كبير من اعضاء جماعه الاخوان يعني، ومنية النصر فيها عدد كبير من اعضاء جماعه الاخوان يعني. والله يا استاذ وائل احنا يعني احنا اهم حاجه ان قضيه محمد السعدني ان انت طلعتها النهارده على الراي العام كله، والكل عارف الواقعه دي اول واقعه شهيد على يد الجماعه الارهابيه. منصور بتوجه ليك بالشكر. احنا لا بنطلع حد واحد يعني، شفنا سلطنا الضوء على صورته نجيبها تاني في المسيره المسلحه اللي ادت لمقتل 2. بدات القضيه من هنا، قال اللي في الصوره ده انا، بس انا ما قتلتش، وقال انا عايز اعترف، وانا بيستخدموني، وانا وانا وانا. جهات التحقيق بقى هتتولى معاه ما يتعلق بما كشفه، وقال الاسماء، وقال كل ما يتعلق بعمليه تجنيده،
وقال بعض الاسماء. يعني احنا ما يعني لم نكن نخطط ان احنا نجيبه، لا ده مشاهد صورتها عائلة الشهيد اللي استشهد في هذا الشارع في عين شمس، ولما عرضناها سلطنا الضوء قلنا الوجوه دي يمكن التوصل اليها، وقربنا الصور على 5 6 وجوه ودعونا الناس قلنا لهم اللي عنده معلومات عنهم يقدمها لنا يعني. وبالتالي هو ربما شعر بانه خلاص يعني المعلومات بتقترب، لانه صورته ظهرت بوضوح. ربما ده اللي دفعه. في كل الاحوال انا امام شخص جاء ليدلي بمعلومات عن شبكة إخوانية. صدقوا بقى ما تصدقوش، قل لا انا مش متعاطف معاه او ما تتعاطفش، ده قضية تانية. انما بعد ان نشرنا هذه المشاهد جاء الينا، وبالتالي هنا لا نصطنع قضايا. لكن دايما جماعة الإخوان لما بتكشفهم وتفضحهم يلجؤون الى هذه الأساليب.